أحسن الله إليكم، هل وضع الماء على القبور ينفع الميت؟ لا ينفع الميت، ومن فعل ذلك معتقدا هذا فعقيدته هذه غير صحيحة. إنما يرش القبر عند الدفن لئلا تتفرق أجزاء التراب بالريح أو غيره، هذا هو المقصود من رش القبر عند الدفن. وأما أن الميت ينتفع به فالميت لا ينتفع به، والماء أيضا لا يصل إليه، وجسمه ليس بحاجة إلى الماء. نعم.